الله الله الله. مشاهدي تلفزيون اليوم، اهلا بيكم معانا دلوقتي وبعد شويه وبعد كل فاصل. واليوم عيد، اكيد بوجودكم وتواصلكم ومشاهدتكم لينا ان شاء الله دايما على طول معانا اليوم وعقبه وعقبه وعقبه. حسام صايبين المزيكا الحلوه دي عزفها لينا الفنان عبد الرحمن البلوشي والفنان احمد القطان. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير والصحه والسلامه. منورنا وسعيده جدا انتم معانا النهارده وعملتوا لنا دخله كده رقيقه جدا واجواء رومانسيه حلوه. واحنا سعيد ان شاء الله بوجودكم والحياه حلوه ان شاء الله. ان شاء الله اكيد طبعا. ربات البيوت تحديدا وكان عندهم ماراثون قبل العيد وتجهيزات العيد، وحتى الاولياء الامور كان برضو عندهم ماراثون تجهيزات وعيادي وكان شدت اعصاب، فانتوا كده رخيتوا لنا الاعصاب. زين الحمد لله. حسام انت طيب؟ عبد الرحمن طيب صحة وسلامة. عبد الرحمن انت عارف انه في 50 مليون دينار كويتي الناس دفعوهم بس في عطلة عيد الأضحى على السفر والإقامة، تذاكر سفر وإقامة برا الكويت. ما عندهم سالفة ذي صح. الكويت حالاتها كلها مهرجانات حالاتهم، العيد حلو وجو حلو قاعدين يذبحون قدامنا وناس المنظر حلو. بس جزء من الثقافة يعني والعادات والقيم، موضوع الخرفان ده لازم كلنا نحب الخروف. لازم ضروري. وجو حلو كمان، بس يعني مبلغ وقدره. اي وايد 50 مليون. وين قاعد يروحون يعني؟ اي والله بيروحوا. اقول لك بيروحوا فين؟ بيروحوا دبي، تركيا، شرم الشيخ، اسكندرية، القاهرة، بحرين. يعني المشكلة ان الجو تعدل وايد، وايد صار وايد حلو، المفروض يقعدون يساعدون الحياة شلون تصير، المخيمات وايد صايرة حلوة هالايام. طبعا. وايد، المؤسسين اللي طافت هالسنة وايد صاير يعني الجو وايد وايد متعدل، فمن كذي احنا قاعدين ولا قطينا ولا دينار قاعدين. 100 100، عملت لكم زي عبد الرحمن. المفروض. لا انا متهيألي كمان لازم يكون في خطة حكيمة انه انشاء مزيد من المرافق يعني وجذب الناس، لانه اجازة طويلة يعني الناس كانت هتقعد اكتر. صح؟ صح اكيد اكيد. عبد الرحمن انت بتعزف كلارينات بالضبط، بس معاك اثنين النهارده، في ايه حكايتهم دول؟ اي هذا الكلارينيت الله يسلمك، هو الكلارينيت سي بيمول المتداول يعني الاكثريه استعماله بالاوركسترا وكذي وهذا، وحتى في معهد عالي الفنون الموسيقيه كالاله اللي تستعمل او اللي تدرس فيها اللي هي السي بيمول. اما الكلارينيت الثاني بس خلا ايوه هاي يبقى لكم، هو مثل ما اول الاخيره اشتهرت هي اله الكلارنيت اللي من الاتراك، اللي هو هذا كلارنيت تركي بس السيستم ماله سيستم قديم شوي يعني وايد قديم. هذا الفرق بين الكلارنيت، هذا الكلارنيت من الصول يعني لا اسامي، قلت لك هذا سي بي مول وهذا صول. شنو الفرق بينهم سي بي مول من شنو صول؟ ان نغمه الدو اللي تكون بالكلارنيت مكتوبه مثلا دو بالكلارنيت، الناتج الصوتي مالها صول. اوكي. وهذا كذلك النغمة الدو بالكلارنيت الناتج صوتي مالها سي بيمول. سي بيمول هذه الاسامي. في كلارنيت لا، في كلارنيت مي، وهذه الحياه سعيده. وهذا هو الاسم الكلارنيت اكثر انتشارا. هو تسمعونه بالاتراك الكلارنيت التركي، ما عشان تسمعونه كله من الكلارنيت هو الصول التركي. التركي. عبد الرحمن يعني ما شاء الله انت موهوب جدا وعزفك مميز، وكذلك احمد حاسس انه مستقبلك كموسيقي في الكويت يعني اخباره ايه؟ شايفه ازاي؟ والله سعيد جدا يعني الحمد لله احنا يعني بلشنا انا من الصفر يعني لدرجه ان بالبدايه يوم دشيت المعهد اخترت آلة الكلارنيت، ما ادري شلون اخترتها للاسف يعني مو للاسف لحسن حظي، كنت بالبدايه ما اعرف شنو شكلها، شكل الكلارنيت ما ادري شلون صاير. عاد قال لي روح اشتري كلارنيت، رحت المحل للاسف قلت له ابي كلارنيت، يقول لي موجود برا روح شوفه. اطل برا اشوف الات وايد اقول له مو موجود، وهو موجود اول واحد محطوط. ما اعرف شكله. ما تعرف شكله. الحمد لله يا رب ان يعني اساتذه اللي هناك، وطبعا في انسانه لازم اشكرها اشكرها جدا لان هي اللي اعطتني كل الكلارنيت صراحه، الله هنا العشماوي يعني هي خلتني اني اقلب الات كلارنيت وهذا طاح. بنعزف بعد شوي. عين عين. اي والله اكيد بنعزف بعد شوي. نحييها ونعيد عليها ونقول لها كل سنه وهي طيبه. اي والله كل سنه وهي طيبه. واهم اشكر استاذ علي، الدكتور علي، الدكتور علي فؤاد اللي هو اللي تابعني وخلاني اوصل لهذا المستوى. انا سعيده وفخوره بيكم جدا، واتمنى ان انا اشوفكم دايما، وخصوصا ان انتوا عندكم فرقه شابه، فرقه ستايلوس. بالضبط، انا توني بتحكي عنها بس هذا طاح وضاك كل شيء. لا لا ولا يهمك ولا يهمك، اقول لك انا ان هو فرقه شبابيه جامده جدا ومتمكنين، وقادرين ان هم يقدموا الوان غنائيه مختلفه شرقيه وغربيه ولاتيني وحاجات. احنا اختصينا الحين لاتيني. بالضبط. طيب ممكن نشوفكم السنه الجايه تكونوا عملتوا حاجه افريقي مثلا. لا افريقي مستحيل. اللاتيني وايد حلو.
استمتعين فيه صراحه. شكرا كبير لوجودك معنا النهارده عبد الرحمن، وانت يعني تعنيت وجيت تعيد مع مشاهدين تلفزيون اليوم، بشكرك واقول لك كل سنه وانت طيب. وانت طيبه، كل سنه وانتم طيبين يا الجماهير او المشاهدين. نقدر كل سنه وهم طيبين. كل سنه وانت طيب احمد القطان وكمان فرقه ستايلوس. بس احنا مش هنختم كده طبعا، لازم تسمعونا حاجه. اوكي بس خلينا نغير السيستم لان هذا طاح انقلب السيستم. عين 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 ما صلعت على النبي. غالي الكلارنت؟ اي والله. طيب بلاش نقول بقى، هي عين واحده كفايه حاجات وقعت. شكر كبير عبد الرحمن البلوشي واحمد القطان. اتفضل.